كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني انتك اعلى اسم. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الصحه والجمال، اهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعه في بلدي، معكم خالد الامير. قبل كل شيء بنهني الأمة الإسلامية وبنهني شعب مصر العظيم وبنهني رئيسنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحيي شرطتنا وجيشنا، كل مؤسساتنا بنحييها بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعود علينا يا رب باليمن والفرح والبركات، وبنحيي حضراتكم وبنحيي شعب مصر جميعا. طبعا شهر رمضان المعظم أيامه كلها جميلة وياريت السنة كلها تبقى رمضان. هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل ياللي ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا رمضان وليالي رمضان والاغاني الجميله بتاعت رمضان اللي هي يعني بتدينا طاقه كده وحاجه جميله جدا. الاسبوع ده كان ليا لقاءات متعدده مع اكتر من مصنع في اكتر من مجال في بعض المحافظات، يعني كان ليا زياره لاكتر من محافظه واكتر من مدينه واكتر من قريه. ففي الوقت الحالي بدانا ناخد خطوات تجاه الصناعه بشكل خاص. كان ليا زيارة ومفاجأة جميلة جدا لمحافظة الغربية، والتقيت ببعض المصنعين في مجال المواد الغذائية بالنسبة لصناعة الزبيب بشكل خاص. يعني صناعة الزبيب دي القرية نمبر 1 في مصر في صناعة الزبيب، فيها أكتر يعني مثلا من 70-80 مصنع. عندهم معوقات يا جماعة بتقابلهم غير عادية، يعني الناس دي عايزة تقنن أوضاعها وبقى لها منطقة صناعية خاصة بصناعة الزبيب. طبعا احنا بنستورد الزبيب من بعض الدول، طبعا بنطالب المسؤولين بوقف الاستيراد، احنا نبقى اكتفاء ذاتي يا جماعه ونوفر العمله الصعبه للبلد. يعني هتسمعوا دلوقتي بعض المصنعين معايا بيشتكوا من بعض الاوراق، يعني ناس عاوزه ترخص، ناس عاوزه تقنن اوضاعها، ناس عاوزه منطقه صناعيه خاصه بيها. يعني طبعا سياده الرئيس في كل خطاب بيقول الصناعه الصناعه، فاحنا بنطالب المسؤولين يا جماعه والدكتور انفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بنظرة للقرية بشكل خاص، لأن قرية كبيرة فيها نسبة صناعات مواد غذائية بالنسبة للزبيب بشكل خاص. التقيت بالحاج عادل حمودة والتقيت بالأستاذ حامد أبو شادي. طبعًا الحاج عادل حمودة ده المؤسس، يعني هو اللي ابتدى صناعة الزبيب بشكل خاص في القرية. هنشوفه وهنشوف المهندس حامد أبو شادي وهنرجع لحضراتكم تاني. احنا بادئين من سنه 86 بدانا انتاج الزبيب. كان طبعا العلب قبل كده كان تسويق محلي فقط، دلوقتي انتهجنا لموضوع الزبيب، فاي فائض من العنب بنحوله زبيب الحمد لله. تمام. كانت طبعا كلها بدايات بدائيه، كلها ما كانش فيه غلابيل، ما كانش فيه مكن، كان كل حاجه بدائيه باليدوي. الحمد لله وصلنا دلوقتي لكل حاجه بالمكن، وهتشوف دلوقتي حضرتك الغلابيل والمكن والشفاطات والغسيل الالي، كل دي حاجات متطوره جدا. والحمد لله وصلنا للانتاج اللي احنا انتاج نغطي الانتاج المحلي وبنصدر كمان. تمام. حضرتك يعني الفكره جات لك ازاي يا فندم ان انت تلجا للمجال؟ تلجا للمكان لان طبعا البلد عندنا كلها الحمد لله كلها عنب. فبالتالي العنب كل شغلتنا في العنب. زراعه عنب. زراعه عنب كلها. تمام. فاتجهنا بقى لتخليل ورق العنب برضك لتحويل الزبيب العنب الفائض اللي تحوله للزبيب. فكان اول فكره جبتها رحنا لما رحنا الدقي في كان فين؟ في
لا كان في كان في هيئه الدقي، كان مش كان في وزاره الزراعه هناك في الدقي. ورحنا حاولنا البحث العلمي ونوم الزيت بتعمل ازاي، وجابوا لنا كتب وجابوا لنا حاجات، بدأنا نشتغل على الحاجات دي. تمام. بس طبعا كلها كانت لسه حاجات بدائيه، ما كانش لسه المكن والحاجات دي كلها اتطورت خالص. تمام. المعوقات اللي احنا للاسف احنا اول ما طلعنا على طرح نهر هنا في القريه، على اساس نبقى جنب الميه، عشان طبعا العلب عايز ميه وعايز غسيل وعايز شغل. فاتجهنا كلها زمان في الثمانينات للبحر. فاحنا بنيجي من سنه 86 او 87 تقريبا. تمام. المشاكل دلوقتي اللي احنا طبعا مش ما فيش ترخيص، لان طبعا الارض مش ملك وملك الدوله، فطبعا بيهددونا طبعا كل فتره بالازالات. فالحمد لله توصلنا اللي احنا بنناشد ومن خلال برنامج سيادتك اللي احنا يا ريت تقننوا لنا او تاجلوا لنا الازالات لحلم انشاء منطقه صناعيه في نفس القريه. بدأت الفكرة من أكتر من 35 سنة، كانش لسه حد بيصنع زبيب. لما بقى العنب انتشر عندنا في الغربية بكميات كبيرة، بقى فيه معوقات للتسويق، ففكرت في موضوع الزبيب. كنت أول واحد فكر فيه هنا، وعلمت مجموعة كبيرة جدا، وبقيت البلد هنا مميزة بتصنيع الزبيب. فطبعا ما بقاش عندنا مشكلة في التسويق العنب خالص. اي مشكله في التسويق بنصنعه زبيب. وكان الاول بقى اول ما صنعنا كان كل الشغل بدائي، كان بالفرز بالعماله، ما كانش بيبقى قوي كل الشغل عمال. دلوقتي حاليا بقى فيه الليزر بيفرز الحبايه الالوان من بعضها، يعني شغل على مستوى عاد بيسهل علينا نعرف نشتغل بكميه كبيره. كنا الاول بنشتغل 10 طن 20 طن، دلوقتي نقدر نشتغل 500 طن و600 طن بالامكانيات دي. وهو الليزر اللي موجود دي والغربال والكلام ده. تمام. وفي طريقنا لتصنيع المشمشيه والقمر الدين برضك محلي، بنمشي حسب المحصول. تمام. لما نلاقي المحصول اتوفر، المشمش توفر، نصنع. ادي الخطوات بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. يعني حاجه حدد بشكل خاص، اول خطوه الفكره جات لك ازاي؟ يعني الفكره جت لحضرتك ازاي ان انت تشتغل في المجال ده؟ الفكره جت لما بقى الموجود العنب كتير، فكرنا في حاجه تنقذ محصول العنب، وتاني حاجه عاوزين نوفر عمله صعبه للبلد، عاوزين ننهي على المستورد خالص. احنا بدانا السنه دي المستورد ده نوقفه بانتاجنا المحلي. تمام. ده خلاص انتهى. تمام. شوف بقى لما يجي التصنيع بيشغل عمالة، بينقذ مزارع العنب لك من التلف، يبقى ده اتنين. تمام. طيب هو الزيب المستورد دي مش بعملة صعبة؟ بنوفر عملة صعبة، بقينا في طريقنا للتصدير، يعني كأننا شغلنا بتصديرها. فالفكره دي احنا بدانا فيها على كتر العنب هنا، قلنا نفكر ان محصول العنب ده نستفاد منه في الزبيب، ونوفر العلم الصعبه اللي بيجيبوها الزبيب المستورد ده ونصدره. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعتوا الحاج عادل حموده رئيس مجلس اداره مصنع حمودة لصناعة الزبيب، ده يا جماعة راجل من 35 عام أو أكتر بيشتغل، أو الفكرة فكرته. طبعا هو في القرية وبعض القرى المجاورة للقرية كلها زراعة عنب، فهو بيتكلم في نقطة مهمة جدا، موضوع تقنين مدينة صناعية للقرية أو لمجموعة المصانع اللي موجودة. يا جماعة ده عندهم 28 ألف عامل، يعني حاجة ما شاء الله. هنروح لنفس المجال. التقيت بالمهندس ياسر ابو الخير والمهندس طارق ابو الخير رئيس مجلس اداره مصنع الخير لصناعه الزبيب. على فكره الناس دي حكايتها حكايه، يعني الناس دي منتج محترم ما شاء الله.
المعوقات اللي بتقابلهم طبعا عاوزين مدينه صناعيه في نفس المنطقه تبقى لصناعه الزبيب والمواد الغذائيه. الصناعه دي مهمه جدا يا جماعه وتوفر فلوس كتير جدا للدوله، دولارات الدولارات. طبعا عاوزين يبقى اكتفاء ذاتي زي ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم في كل خطاب الصناعه، ناس عاوزه ترخص وتاخد خطوات. هنشوف المهندس طارق ابو الخير والاستاذ ياسر ابو الخير رئيس مجلس اداره مصنع الخير لانتاج الزبيب والمواد الغذائيه. بدأنا شغلي من حوالي داخلين في 30 سنة 30-35 سنة. هو طبعا كانت بداية الشغل كان أحد المعارف هنا في البلد كان عارف الطريق عن طريق مصنع جناكليس، وده كان المصنع الوحيد في جمهورية مصر العربية، فخد الفكرة منهم وبدأ يصنع هنا بكميات بسيطة، فإحنا خدنا الفكرة منه برضو وبدأنا نشتغل معه. وطبعا ده منتج، مش عايز أقول منتج رئيسي، بس منتج مهم في مصر وموجود في بعض الدول كمادة أساسية، كسلع أساسية في بعض الدول. احنا بالنسبة لنا هو الناس بتهتم بهنا لأنه مرتبط بشهر رمضان، وبدأ مؤخرا يتوسع عن شهر رمضان، بدأ يخش في الأكلات، بدأ يخش في المطاعم، بدأ يخش في حاجات كتير. ده بالنسبة للتصنيع، يعني ما عادش موسمي، يعني متداول السنة كلها، متداول معظم السنة. معظم السنة وبدأ يخش في جميع المطاعم، في معظم الاكلات. بدات الناس تدخله في شغل تاني خالص غير شغل رمضان. تمام. بس فالاهتمام جه من هنا، يعني الاهتمام جه من هنا. وثانيا ان احنا المنطقه اللي احنا فيها كلها مزروعه عنب. كلها مزروعه عنب. فهو ده اللي ساعدنا ان احنا الانتاج نطور فيه ونعرف نشغله ونعرف نستفيد منه. زائد ان في استهلاك للعماله بصوره حلوه جدا. يعني مش عايز اقول لك ان في اكتر من 28 الف عامل شغالين في المهنه، تمام، منتشره في المصانع وفي القريتين ثلاثه حوالينا. 28 الف. طب والعماله ما بتبقاش فيها مشكله؟ لا خالص، ايد عامله وفاتحين مجالات للشغل وفاتحين بيوت كتير، لان احنا من صغرنا واحنا لقينا ده، فحبينا نكبر المواضيع شويه. كل واحد بيحاول ان هو بيقول لك مش رزق، ممكن يبقى رزق اللي حواليا. الموقات احنا طالبنا كتير ان احنا نتقنن، عايزين منطقه صناعيه. احنا عندنا مصانع كتير ما يقلش عن 80 مصنع فيما فوق. احنا كل طلبنا ان احنا نبقى في منطقه صناعيه مقننه. انا النهارده باجي اوضب مصنعي واوضب الشغل عشان اعمل جوده تنافس الدول الاجنبيه، وفجأة بان في ازالات وفي معوقات تبع الجهات الرسميه وتضيع كل اللي احنا عملناه. طب طالبنا مرة واثنين وعشرة، يا جماعة احنا عايزين منطقة صناعية، عايزين نتقنن. طبعا احنا معظم المصانع هنا على منطقة نهر النيل وتابع للري، والري ما فيهوش لا تصالح ولا ايجار ولا في اي حاجة ان احنا نمشي فيها رسم. تمام. جالنا سيادة المحافظ مرة واثنين وقال ان هو هيقنن، فده اللي احنا بنطالب بيه، عايزين منطقة صناعية. لو على قد المنطقة بس المركز اللي احنا فيه. على قد المركز اللي احنا فيه. هي ده المعوق الرئيسي عندنا. تمام. طيب انا عاوز كلمة من محافظ الغربيه دكتور طارق رحمي من خلال حضرتك، تقول له يا فندم. دكتور طارق رحمي رجل عامل جدا ونشيط، فاحنا بنطالبه ان احنا يهتم بالقريه بتاعتنا لانها بتوفر حاجات كتير جدا. احنا عندنا مصانع زبيب، جنب مصنع الزبيب عندنا ممكن ننشئ مصانع كرتون، مصانع بلاستيك، كل الحاجات اللي هي بتأدي الخدمات المنتج ده. زائد ان احنا بنوفر عملة كبيرة جدا للدولة، احنا بنوفر ملايين الدولارات، بننافس دول بتصدر لنا. لا احنا عندنا استعداد ان احنا اللي نصدر لهم مش هم اللي يصدروا لهم. نغطي بالتالي هوفر دولار انا بس بوفره عشان اوديه دولة تانية، وفي نفس الوقت انا ممكن اطلع اجيب دولار من بره لعندي. تمام. فيبقى احنا سهلنا في عملية اقتصادية كبيرة مش صغيرة. لان النهارده احنا بنتكلم في من 10000 ل 20000 طن
زبيب وممكن يزيد لو لقينا في مجال للتصدير ومجال للتقنين ومجال للمنطقة الصناعية، لا هيزيد أضعاف أضعاف الكلام ده. كلمة الدكتور أنفين جامع وزارة التجارة والصناعة من خلال المهندس ياسر، تقول لها يا فندم؟ أقول لها نظرة لأصحاب المهنة، مهنة التصنيع الزبيب وأجوار منطقة الزبيب، في مصانع كرتون، في عمالة، في حاجات كتير جدا. احنا ممكن نكون قرية في مركز بس عندنا أكننا منطقة صناعية في مدينة. فعندنا 28 ألف عامل بيشتغلوا على مدار 8 شهور أو 10 شهور في السنة، يعني معظم السنة شغالين. عندنا مصانع عايزين ننشئها، مصانع خدمية تانية عايزين ننشئها. بس هو ده اللي أقدر أقوله لها، يعني نظرة لأصحاب مهنة الزبيب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومنتج الخير وشركات الخير وأبو الخير بتتشرف أن المنتج ده يبقى مصري، صناعة مصرية، فخر الصناعة المصرية، منتج طبيعي بنسبة 100%. وكل سنة والشعب المصري كله طيب، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب، ويا رب رمضان ويعيدوا علينا بخير يا رب. مدني، ابتديت في شغلانه الزبيب وانا لسه طالب في الكليه، وانا في تانية كليه، كان الكلام ده زي تقريبا 95 96. بحكم ان المنطقه كلها هنا بتزرع محصول العنب ومنتج الزبيب بالخصوص بيطلع من الايه من العنب، فالطبيعي كله بيشتغل في المهنه. اتجهت للمجال ده، حبيته؟ طبعا، هو اللي بيحب مجال بيحبه طبعا، والا لو ما حبيتوش ما كنتش استمر فيه لحد النهارده. تمام. المعوقات بقى يا استاذ طارق اللي بتقابلك في المجال دلوقتي بشكل خاص؟ المعوقات المكان، عايزين مكان، عايزين منطقه صناعيه، لان المنتج احنا بننتج منتج دلوقتي بيكفي جمهوريه مصر العربيه وبنصدر منه كمان للخارج، بس برضو ما زلنا ما عندناش اماكن مرخصه او الترخيص صعب جدا. عايزين يبقى لنا وضع، مش عايزين زي ما سيادة الرئيس قال مش عايز حاجه تحت بير السلم خالص، فاحنا عايزين نشتغل في النور. النهارده انا لو عندي بضاعه طالعه بعربيه ممكن موظف او ممكن لجنه تموين، لجنه صحه، بتوقفه رخصك حاجتك الكلام ده كله. ما انا بالنسبه لنا احنا هنا مصنع الخير بصعوبه طلعنا ترخيص توريدات منتج زبيب وتوريدات غذائيه، بس مش كل اللي هنا قدر يقوم بالمهمه دي، ان صعبه جدا يعني. حضرتك بتفكر اثنين اللي مرخصين في المنطقه كلها عموما يعني، بس احنا اكثر من 50 مصنع. حضرتك يعني عاوز تصدر، عاوز مثلا نوقف الاستيراد بالنسبه للمنتج نفسه الزبيب، نبقى اكتفاء ذاتي ونوفر عمله صعبه للبلد يعني؟ هو احنا ماشيين مع سياسه الرئيس، وسياسه الرئيس اصلا عايز اكتفاء ذاتي وعايز يوفر، بدل ما بنجيب من بره بالعمله الصعبه لا نطلع بالعمله الصعبه بره. ده اللي احنا شغالين عليه، وجوده المنتج المصري عندنا وصل انه تعدى جوده المنتج الخارجي وخاصه الايراني. بالنسبه لو اتكلمنا وخصصنا الموضوع للزبيب، عدينا الايراني بدرجه وبدرجتين كمان بالنسبه للمنتج نفسه، بل جوده المنتج حتى في الاسعار بدانا ننافس المنتج الايراني في السعر. تمام. بناء على الجوده. وبالنسبة للصحة بتاخد عيناتها وبتطلع الإعلانات صالحة الحمد لله، لأنه احنا بنتطور مع الوضع يعني. أقول للشعب المصري كله طبعا على رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده الأب الروحي لينا كلنا، وبالفعل سيادة الرئيس لما قال اصبروا معايا وتشوفوا، بالفعل الحمد لله يا رب احنا بدأنا نشوف إنجازات الرئيس، وإن كانت الظروف الخارجية اللي هي بره حدود مصر أقوى، بس احنا واثقين في سيادة الرئيس إن شاء الله. نقول تحية مصر. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. المهندس ياسر ابو الخير والمهندس طارق ابو الخير، وجهة مشرفة بجد.
دول واجهه مشرفه لاي مصنع بياخد خطوات تجاه الصناعه. ناس بتحب البلد، ناس وطنيه، معوقات اللي عندهم بيطالبهم يعني المسؤولين بمنطقه صناعيه بيتكلموا على العماله. يعني في بيوت مفتوحه اكتر من 28,000 في القطاع ده كتير. فناس وطنيه وبتحب البلد وعاوزين يشغلوا عماله وبيوت تتفتح، نوفر عمله صعبه للبلد. يعني ناس ما شاء الله. بالتوفيق والنجاح المهندس ياسر ابو الخير والمهندس طارق ابو الخير. هنروح لنفس المجال. التقيت بالاستاذ محمود ابراهيم والمهندس وائل الحصري رئيس مجلس اداره العالميه لانتاج الزبيب. طبعا الناس دي بدايتهم يعني بدايه من فتره طويله، يعني ناس برضو في نفس القريه. المهندس عمرو ابراهيم والمهندس وائل الحصري، دول شابين واخدين خطوات ايديهم في ايدين بعض. طبعا المصنع يعني نفس الموضوع، عاوزين يقننوا مكان. يعني كان ليا زياره للقريه دي بشكل خاص، ما شاء الله كل المصانع فيها ناس بتعامل ربنا، منتج 100% مصري، وبطالبهم بوقف المنتج المستورد، بيطالبهم ان يبقى في مدينه صناعيه خاصه بيهم. اكتر من 80 مصنع يا جماعه في المجال. هنشوف الاستاذ عمرو ابراهيم والاستاذ وائل الحصري ونرجع لحضراتكم تاني. هي البدايه من البلد اللي احنا فيها ديت القريه دي بتشتهر بزراعه العنب، والعنب ده يعني هو يعني كل حاجه بالنسبه لنا. فطبعا تسويق العنب في الاسواق المحليه وكلام ده بيحصل مشاكل، فانا لازم اشوف يعني اشوف طرق بديله لتسويق منتج يعني العنب وكده. فقررنا ان احنا مثلا نجفف العنب دوت يبقى زبيب، بحيث ان انا يبقى انا مش مرتبط بفتره زمنيه ابيعه كمنتج زراعي، لا ده انا هعمله منتج صناعي وابيعه في اي وقت انا عاوزه. يعني بدايتك من كام سنه يا فندم؟ يعني من حوالي 15 او 17 سنه كده ان شاء الله. تمام. الاستاذ وائل بقى كانت بدايتك امتى يا فندم؟ من حوالي 20 سنه. كانت ازاي البدايات؟ البدايات ان احنا حاولنا زي ما الاستاذ عمرو قال ان احنا نجد بديل لتسويق المنتج بتاعنا اللي هو العنب، لان البلد هنا مشهوره بزراعه العنب. تمام. فكان التسويق العنب كان بيبقى فيه صعوبه شويه كمنتج زراعي. تمام. فحاولنا نجد بديل اللي هو نحوله من منتج زراعي لمنتج صناعي. تمام. فدي كانت البدايه عندنا ان احنا نجد بديل للمنتج الزراعي ده، ندخله كمنتج صناعي ونصنع منه صناعه اللي هي الزبيب. تمام. حبيت المجال يا فندم؟ طبعا تصنيع الزبيب مجال ممتاز جدا وسوقه ممتاز في اليميش والعطاره واسواق كتير. يعني المعوقات يا فندم اللي بتقابلكم دلوقتي في الصناعه بشكل خاص في صناعه الزبيب، ايه المعوقات اللي بتقابلكم يا فندم؟ هو يا فندم احنا طبعا احنا ده منتج محلي وبيرتبط بزراعه عنب وفلاحين وكلام من ده، فطبعا المفروض ان الدوله تقف معانا تساندنا بحيث ان انا اطلع يبقى عندي جوده اعلى، والدوله لما هتسندني وهيبقى عندي جوده اعلى ممكن اصدر المنتج بتاعه بالفعل. يعني احنا الكلام ده طبعا بالفعل شغالين فيه وبدانا نصدر، بس لسه طبعا في شويه معوقات. يعني لسه يعني احنا بنصنع وعملنا منتج على اعلى مستوى، لسه الدوله شغاله بتجيب زبيب مستورد يعني بيعمل لنا مشاكل في السوق. مشاكل زي ايه يا فندم؟ حابب اسمع اكتر. يعني مشاكل يعني الدول اللي هي اللي هم بيستوردوا منها الزبيب، احنا طبعا ممكن يكون فرق العملات او كلام من ده بيعمل لنا مشاكل في السوق النقدي هنا بالنسبه لنا. تمام. احنا بنصنع الزبيب عشان مثلا نبيعه في شهر رمضان نتفاجئ بكميه مستورد كبيره نازله تاثر على المنتج بتاعنا. تمام. فطبعا دي بتعمل لنا مشكله، لان انا لما باجي اصنع في البدايه انا ما بقاش عارف انا هبيع المنتج ده بكام. تمام. انا كيلو الزبيب ده ما بيطلعش من كيلو عنب، ده بيطلع من حوالي من 5 ل 6 كيلو عنب. فانا بشتري منتج، يعني انا عاوز اشتري اجود عنب بالنسبه لي عشان اطلع يعني اجود زبيب. تمام. فطبعا سوق العنب بالنسبه لي لو العنب ب 5 جنيه ولا ب 6 جنيه هضربه في 6 ب 36,000 ولا ب 35,000 غير التصنيع، واتفاجئ ان في زبيب مستورد داخل لي بارقام اقل من كده، فده بيأثر عليا في السوق. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم استبقنا وشفنا الاستاذ عمرو ابراهيم والاستاذ وائل الحصري، الناس دي من الناس المميزه جدا في صناعه زبيب. ناس ما عندهمش مشكله برضه، عاوزين يقننوا الاوضاع
زي اللي قبلهم، وقرية جماعة من الكرة المميزة جدا في الصناعة. هنروح لمجال آخر بالمجالات المهمة جدا، مجال الألبان. مجال الألبان أو صناعة منتجات الألبان ده مجال مهم جدا وقطاع كبير، يعني في 27 محافظة في بعض المصنعين منهم بيشتغلوا بطرق شرعية ولبن حليب خام 100%، وفي بعض المصنعين يعني عندهم مشاكل كده يا جماعة بتقابلهم. يعني برضو مجال الأعلاف، يعني مجال الأعلاف برضو إيه، يعني في بعض المصنعين عندهم مشاكل. يعني التقيت بالمهندس محمد قبيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة رويال فيت للثروة الداجنة. ده شاب من الشباب اللي هم مثال لكل شاب مصري بياخد خطوات تجاه الصناعة، عنده بعض المعوقات وعنده أفكار. يعني الشاب ده عنده أفكار غير عادية، وعنده أكتر من مكان وعنده عمالة كبيرة فوق الـ80 أو الـ100 عامل. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. احنا الاول كده كنا محاسبين في الشغل العادي، في الشغل خارجي، وبدأنا نتجه لشغل المزارع، بدأنا نربي في مزارع، فبدأنا نطور في الشغلانة جدا. فاول حاجة بنينا مزارع، وبدأنا نشوف اعلى تكنولوجيا في المزارع دي ايه، بدأنا نطورها على احدث مستوى، بدأنا نفكر في الافكار الجديدة. بنروح معرض اجرينا كل سنة نشوف الافكار الجديدة اللي جاية في الشغلانة ديت من 2011. بدأنا نبني المزارع ونطورها على احدث مستوى. كان ايامها لسه ما فيش حاجة اسمها تبريد ولا خطوط علف ولا خطوط نبلغ للشركات الكبرى، بدأنا نمشي وراها زيهم، وبدأنا واحدة واحدة نكبر في المجال ونشوف المشاكل اللي عندنا ايه ونحلها واحدة واحدة. انا كان ليا بعض الاقارب عندهم محطات ومزارع دواجن اصلا، فكانت عيني دايما عليهم، فلاقيهم الشغلانة كويسة انا حبيتها اصلا، فبناء عليه دخلت فيها وطورت فيها. تمام، دي البداية يعني. وبدأنا نطور في المزارع وبدأنا نبني في مزارع، وكان التوفيق معانا في كل خطوة بنطور فيها يعني بفضل ربنا علينا. تمام. الأستاذ محمد خريج ايه؟ كلية التجارة. كلية التجارة، طب ما لجأتش للتجارة ليه؟ يعني يعتبر أنت مصنع دلوقتي. والله هو توفيق من ربنا وترتيب من ربنا الأول طبعًا. كل واحد بيبقى ليه أهداف في حياته، وأنا ما كنتش حابب إن أبقى موظف تحت حد. تمام. يعني ما كنتش حابب طول عمري إن أنا أبقى مرتب وملزوم بوقت معين، وكان ليا طموح على طول يعني بفضل ربنا علينا. تمام. المعوقات اللي بتقابلكم في المجال في الوقت الحالي ايه؟ اتفضل. المعوقات في الشغلانه دي من زمان جدا، اللي هي متغيرات اسعار التكلفه. كل دوره فيها متغيرات كتير جدا، مفيش حاجه في الشغلانه الوحيده ديت في اي شغلانه غير كل مره تلاقي كل اسعار التكلفه بتتغير، سواء من علف، من كتكوت، من تدفئه، من كهرباء، من عماله، من اي حاجه. تمام. فدي المعوقات اللي عندنا، ان كل شويه في متغيرات، فبناء عليه احنا مش قادرين نحدد سعر. والشغلانه دي مشكله فيها كبيره جدا، ان انت اصلا كل دوره بتدخل الفراخ ما انتش عارف تكسب ولا تخسر. دي الشغلانه الوحيده في التصنيع، ان انت ما انتش عارف وانت بتدخل المنتج ده هتبيع فيه ولا تخسر. تمام. دي المشكله عندنا. تمام. المعوقات كتير جدا بقى في الشغلانه، لو اتكلمنا عن كل معوق في المعوقات ديت عايز لك حلقات كتير جدا. تمام. المعوقات اللي بتقابلك يا استاذ محمد في الوقت الحالي بشكل خاص؟ طبعا المعوقات الكبيره عندنا حالا دلوقتي، هنيجي من الاخر، اللي هي اسعار الدولار رفعت تكلفه كل متغير وكل حاجه في تكلفه الفراخ. تمام. من اول الذره والصويا والدواء، ده مشكله كبيره جدا. كل حاجه من دول اتضربت في اتنين في من يعتبر زادت 30-40% في خلال الشهر اللي احنا فيه. تمام. وبناء عليه اسعار الدواجن ارتفعت. ادي مشكله. مشكله تانية عندنا اللي هي التحصينات في مصر. بيجي لنا في كل شتاء في كل سنه، ودي مشكلة كبيرة جدا عندنا، وكل الناس حتى المستهلكين بيلاقوا كل سنة الفراخ أسعارها بترفع في أسعار في أيام الشتاء. إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بيجي لنا في أيام الشتاء فيروسات، حاجة اسمها أي بي ونيوكاسل وإنفلونزا. تمام. بيجوا وبينشطوا جدا 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 في الشتاء. إحنا المفترض إن التحصينات ديت، إحنا المفروض إن إحنا كدولة أو موردين أو مستثمرين واخدين وكالات أعلى التحصينات من بره. للأسف الشديد التحصينات دي بتيجي بيبان فشلها في الشتاء، مجرد يجيلك إصابة المفروض أنت تكون محصن، وتيجي في الفترة دي تلاقي الإصابة بتجيلك والتحصين ده ما عملش أي حاجة. تمام. كمثال مثلا نقربها لدماغ الناس، أنت النهاردة ما جالنا فيروس الكورونا، الدولة والمستثمرين والدكاترة والشركات طلعوا تحصين لفيروس كورونا. فتخيل أنت ما تكون عندك، أنت خدت التحصين ده ودفعت فيه فلوس كتير جدا،
وتيجي مع مجرد اصابه كورونا تلاقي في اصابات رهيبه وفي حالات وفيات كبيره. فهل انت كراجل بتقول ساعتها ان انت التحصين ده ليه نتيجه او ليه جدوى؟ ملوش جدوى. احنا عندنا المشكله دي يعني في مشكله في التحصينات طبعا عامله مشاكل كتير. بتيجي في الشتاء تحس ان انت كنت بتحصن ميه بيضاء ما كانش في اي حاجه. ففين دور الدوله الرقابي على التحصينات دي؟ تشوف تحصينات فعلا شغاله وكويسه ولا مش تحصينات مش شغاله؟ يعني مطلوب من الدوله ايه في الوقت الحالي؟ انها تعلي الرقابه شويه وتبص للمربي الصغير، لان المربي الصغير النهارده مطحون محطوط في المفرمه. تعالوا اقعدوا معانا، سيبكم الكراسي اللي قاعده فوق وتقول لكم الدنيا كويسه وسعر الفراخ هو اللي غالي. لا، اسالوا الفراخ غاليه ليه النهارده، طبق البيض غالي ليه. اسالوا اي حد من المربيين نفسهم مباشر هو اللي يقول لك المشاكل. سيبك من المشاكل اللي فوق، تعال لي النهارده في اي حاجه في تكلفه الفرخه من اول الكتكوت لحد ما يطلع منتج نهائي اللي هو الفرخه، وانا اقول لك مشكلتي في ايه واكلمك وان شاء الله عندنا حلول ليه. بس يعني يبقى في اتجاه للحلول. يعني حضرتك عندك حلول للمشاكل ده يا استاذ محمد؟ والله كل الناس واللي ماسكين عارفين حلولها، واحنا اتكلمنا معاهم كتير، بس اقول لك مفيش في ايدينا حاجه. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعتوا المهندس محمد قبيل، ده شاب مثال لكل شاب مصري بياخد خطوات وعنده افكار. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوه في معوقات غير عاديه بالنسبه لمجال الثروه الداجنه. طبعا قطاع الثروه الداجنه يعني قطاع كبير، طبعا في الوقت الحالي في زياده اسعار غير عاديه بالنسبه للثروه الداجنه. ده طبعا بالنسبه للمربي عامله له مشكله غير عاديه، يعني زياده اسعار الماده الخام، الامراض، الادويه المغشوشه، يعني في مشاكل. باذن الله الحلقات القادمه باذن الله في القريب العاجل معانا الاستاذ محمد قبيل في حلقه على الهواء، يعني حلقه مباشر ان شاء الله هيشرفنا في القريب العاجل وهنتشرف بيه الاستاذ محمد قبيل بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا، مجال الثروه، مجال صناعه الالبان. طبعا مجال صناعه الالبان ده قطاع كبير جدا، يعني القطاع ده قطاع كبير جدا. كان ليا زياره لمحافظه القاهره وزياره لمحافظه الغربيه، التقيت بالاستاذ او المهندس مجدي الشناوي رئيس مجلس اداره مصنع نهطاي لمنتجات الالبان، والتقيت بالحاج محمود الدابي رئيس مجلس اداره الدابي لمنتجات الالبان. على فكره يا جماعه الناس دي حكايتها حكايه، دي ناس من الناس يعني المميزه جدا في صناعه الالبان، بياخدوا خطوات بطرق شرعيه. الكلام اللي انا بقوله ده للناس اللي هي بتعمل جبنه مجنسه غير مطابقه للمواصفات. هنشوف الحاج مجدي الشناوي او المهندس مجدي الشناوي، وهنشوف الحاج محمود الدابي، وهنرجع لحضراتكم تاني. والله المهنة بالنسبة لي أنا الجيل الثالث، أنا وارث الشغلانة يعني أبا عن جد. أما بالنسبة للتميز فهو الإنسان اللي بيقدر يصنع بإيده، بيحدده بنفسه، يعني بيراعي ضميره أولا، بيشتغل بنظام معين بشروط معينة، ما هيش مفتوحة يعني، وإلا ما كانش يبقى فيه إيه كويس ووحش ونص نص. لازم ده هو التميز، تبقى نتيجة مجهود وجودة وتعمد. ما فيش حاجة كويسة بتطلع صدفة، ما بتجيش يعني، أكيد بيبقى إيه أنا عارف أنا بعمل إيه أو أنا عايز إيه. تمام. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في النهاردة مثلا منتج سليم 100%، في منتج مغشوش، والزبون مش خبير. يعني أسمع مثلا كيلو كذا بيتباع ب10 جنيه، لما أسمع أنه بيتباع ب7 جنيه في مكان تاني، ما هو الزبون مش خبير. الزبون طبعا بيفكر ان انا مستغل او ان انا جاشع في المكسب بتاعي، ما يعرفش لو هو لو دخل في الفنيات او دخل في اساس الصنعه سواء كانت مواد غذائيه او غيرها، هيجي يبص ليه هو اللي خسران. يعني زي ما بيقولوا الغالي هو الرخيص. اكيد طبعا. انا التقيت طبعا ببعض المصنعين اللي هم طبعا سوري تحت السلم في الوقت الحالي ما لهمش وجود، يعني طبعا بيشتغلوا بطرق غير مطابقه. ما هو يعني هنقول مثلا شيء ماهوش مثلا ماهوش شرعي، ماهوش مظبوط، ماهوش قانوني، نقول طيور ظلام. ما هو برضه ما هي الحكومه مش سايباهم يعني.
الناس بقى حاج مجدي اللي هي بتشتغل جبنه مجنسه بزيوت نباتيه، طبعا عندك درايه بالموضوع ده حاج مجدي من زمان؟ موضوع الجبنه المجنسه موجوده متداوله من زمان، بس بمواصفات. لما انا انتج جبنه واقول ان الجبنه ده ايه دهن نباتي، خلاف ما انا لما اروح اجيب اللبن انزع الدسم بتاعه واحط عليه سمنه نباتي، او اجيب لبن بودره على ميه على سمنه نباتي واكتب مثلا جبنه بيضاء كامله الدسم. هو في فرق بين ان احدد المنتج بتاعك وله مواصفات قياسيه وله مواصفه عند الحكومه ومعترف به، ما فيش مشكله. تمام. بس يعني لكن انا ابيع مثلا حاجه تكلفتها كيلو مثلا 100 جنيه ابيعها ب 150 بسعر الجيد، ما هو ده فئه وده فئه وده نوعيه وده نوعيه. هو في دهن نباتي، في لبن كامل الدسم طبيعي بخيره زي ما ربنا خلقه. تمام. المفروض ما يتباش ده زي ده. لازم هو يعني حسن نيه من المنتج اولا، والكلام ده طبعا عليه رقابه، بس هو الامر ما يستغناش بقى. في ناس بقى ايه زي ما احنا قلنا بير السلم، هو المفروض ان هو كحسن نيه منه يظهر البيانات بتاعته. تمام. بس تمام. والبيانات دي الحكومه صرحت بها ولها مواصفات قياسيه مصريه يشتغل عادي. بس هو كل الفكره ان انا ما بيعش الجيد بسعر الرديء او العكس. من الاجداد نفسها الشغله بتاعتنا دي، والحمد لله يعني وانا سن 20 سنه بشتغل في المهنه دي. تمام. لا والحمد لله يعني بضاعتنا يعني اول القديمه دي ما بتعودش يعني. تمام. يعني بتمشي والحمد لله يعني برضو على كل حال. يعني خدت اول خطوه ازاي؟ ابتديت ازاي؟ يعني حضرتك انت بشكل خاص بقالك كام سنه؟ انا النهارده ما انا بقول لك بقالي 50 سنه في الشغله دي. 50 سنه؟ في المجال 50 سنه. تمام. خدت الخطوات ازاي بقى بشكل خاص يا حاج محمود؟ جدي بقى قدامه وابويا بقى يعني خدت منهم الفكره بتاعه اللبن دي. والنفر بيشتغلها صنعه الوقت يعني عادي برضه بالنسبه لي عاديه خالص. تمام. المعوقات بقى اللي بتقابلك في الوقت الحالي في الصناعه، يعني ايه المعوقات اللي بتقابلكم في صناعه المواد الغذائيه او الجبنه بشكل خاص؟ ما فيش معوقات ولا حاجه، احنا كنا بنشتغل في الدواء الاول دلوقتي بيجي تطلع حاجه اسمها سيراميك وتتحط للبن عشان تحافظ على البوجه الجبنه، تحافظ على البضاعه. وما فيش معوقات اي حاجه عندنا الحمد لله. يعني ما فيش عندكم معوقات في الصناعه في الوقت الحالي؟ طبيعه التصنيع عندكم تفهم الساده المشاهدين، طبيعه التصنيع يا فندم؟ التصنيع اللبن بيجي وبيسخن بيسخنه وتعمل له وتزيل له الملح، وبعدين نسبه الملح برضو قللناها نص كيلو. تمام. من 3 ل 2 ونص. فهي برضو يعني عمليه مش سهله برضو بتاع اللبن دي. تمام. لازم تمنفح تاني وتحط له منفحه وترجع تبيته وترجع تغرفه، يعني عمليه مش سهله. تمام. وانا قلت لك برضو في موضوع التعبيه لازم اعبيها ناشفه لان جبنه بتتخزن ما تنفعش تعبى طريه. فالحمد لله يعني على كل حال. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الحاج مجدي الشناوي والحاج محمود الدابي، دول ناس مثال لكل مصنع بياخد خطوات تجاه صناعة المواد الغذائية. ناس يعني بتراعي ربنا، يعني دول قدوة لكل مصنع بيصنع ألبان أو جبنة أو جميع المجالات المواد الغذائية بشكل خاص. يعني ناس مميزة. يعني الحاج محمود من 50 سنة يعني مثلا الناس دي مميزه جدا يا جماعه، يعني حتى صناعتها بشكل خاص بيشتغلوا بلبن حليب 100% وناس بتراعي ربنا، يعني ناس بشكل خاص يعني ناس محترمه جدا. بالتوفيق والنجاح الحاج مجدي الشناوي والحاج محمود الدابي. هنروح لمجال اخر من مجالات المهمه جدا، هنروح من المواد الغذائيه لمجال الملابس الجاهزه. مجال الملابس الجاهزه مجال مهم جدا، مفيش بيت في مصر ما بيستخدمش بناطيل جينز بجد، يعني تقيت بشابين من الشباب اللي هم مثال لكل شاب بياخد خطوات تجاه الصناعه، حكايتهم حكايه. التقيت بالاستاذ محمد مصطفى والاستاذ حسين مصطفى رئيس مجلس اداره مصنع دانا للملابس الجاهزه. دول بقى زي ما قلت لحضراتكم حكايتهم حكايه، جايبينها خطوات، عندهم عمالة كبيرة، بيوت مفتوحة. في بعض المعوقات بتقابلهم، يعني مثلا الناس عايزة ترخص وتاخد خطوات، وناس عاوزة يعني تكبر، عاوزة تصدر لأن المنتج بتاعهم مهيأ. حضراتكم هتشوفوهم دلوقتي من الناس المميزة جدا،
طبعا المقاومين في محافظه الدقهليه هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه، وهنرجع لحضراتكم تاني. الأول خالص ما هي صنعة والدي الله يرحمه، بدأنا بعد كده ان انا اشتغل الاول حر على نفسي. كان البداية خالص بقى في اول ما دخلت جامعة كنت بشتغل مثلا بياع في الخليل فترة، بعد كده اشتغلت في مجال المطاعم شوية، بعد كده بدأت ارجع للفكرة بتاعتنا اللي هو الصنعة اللي احنا تربينا عليها، علشان خاطر تقدر تكمل مسيرة اللي قبلك. فكنت جربت كذا حاجة لكن ما لقيتش، زي ما بتدور على نفسك في الحاجة عشان تقدر تطلع بالنتيجة اللي انت عايز توصل لها او الليمت اللي انت عايز تحطه، فما تقدر ما قدرتش الاقيه في مكان تاني. بعد اول ما دخلت المجال تاني رجعت المجال والدي، فلقيت العملية ده المجال انا بحبه اكتر من ان انا اكسب منه او اخسر فيه. هو حاجة ممتعة بالنسبة لي اكتر من الشغل، من كونها شغل جدا. يعني انا ممكن تلاقيني بال 24 ساعة موجود في مصنعي. ده ان انت مثلا عندك تحضيرات شغل، عندك مثلا في وقت الموسم بتبقى لازم تبقى متواجد طول الوقت، في مثلا بترتب شغل التاني يوم علشان العمال لما تيجي او الصناعية لما يجوا يلاقوا المنتج بتاعهم، لان اهم من ان هم يطلعوا شغل ان هي الجودة زائد الوقت. ان شغلنا صناعي، فالصناعي اهم حاجة فيه الجودة هي اول حاجة، زائد ان انا اقدر ان انا اوصل لافضل جودة باقل وقت ازاي. هو ده اللي بيميز مصنع من مصنع، لانه يكون ليه سيستم تشغيل، سيستم التشغيل بتاعه بيحط الاثنين قدام عينيه، ازاي اخد الجوده وازاي اختصر الوقت. العامل مثلا بيشتغل 8 ساعات بيبقى فيهم مثلا نص ساعه بريك، فانا بصفه على 7 ساعات ونص تقريبا. السبع ساعات ونص اقدر ان انا اطلع كام بنطلون علشان خاطر اوصل لمرحله ان هو يبقى فير معايا في المرتب، وفي نفس الوقت انا طلعت الانتاجيه اللي تكفي السوق المطلوب منه. تمام، ده بالنسبه للتشغيل والمصنع. تمام، كتجاره السوق بتاعنا احنا سوقنا بدا يتعافى من اثار كورونا، لان هي اثرت على الدنيا كلها. الدوله عملت خطوات كويسه جدا في موضوع مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعه، هي حاجه برضو شفتها كنتيجه مع الناس ممتازه جدا. لما بنيجي بعد كده الاقتراح اللي انا كنت عايز اقترحه عموما على الدوله، موضوع ان احنا قوه انتاجيه جوه البلد كويسه كمصانع كشركات منتجه. النهارده شريحه كبيره جدا من المصانع او الورش الصغيره، لان نجاح اي اقتصاد بالورش الصغيره الداخليه، لان هي اللي بتشغل اكتر، هي اللي العمال اللي موجود فيها عمال مصريين، الايد اللي عامله كلها زي ما قلت لحضرتك مصريه، المصلحه بتصب في البلد نفسها مش بره البلد. بالنسبه لنا احنا ما نعرفش مثلا عن خطوات التصدير، انا عن نفسي ما اعرفش عن خطوات التصدير حاجه. حاليا السوق بتاعنا جاهز 100% ان هو يصدر بره. يعني انت حضرتك استاذ محمد في الوقت الحالي جاهز للتصدير؟ مش انا لوحدي، ناس كتير جدا جاهزه للتصدير، وبالاخص احنا النهارده مثلا بنعمل وليكن احنا 100 مليون. ال 100 مليون بيلبسوا زي ما بياكلوا وبيشربوا. اللي هيلبس احنا هنغطيهم، الناس كمصانع في مصر هتغطيهم، بس احنا بنغطيهم كمواسم. احنا عندنا موسم حاليا في الفتره دي، بعد الموسم بنبدا نعمل خطه تانية جديده علشان نقدر نمشي الدنيا متوازنه. تمام، علشان تغطي الموسم اللي بعده. فليه ما يخليش في الدوله ما تخليش عندنا السنه كلها موسم؟ بمعنى ان انا النهارده انا ما اعرفش عن التصدير، انا كمحمد ما اعرفش عن التصدير خطواته ازاي. البنطلون مثلا انا بشتغل في البنطلون الجينز، البنطلون الجينز في مصر عموما حاليا بيتطبق وبيتنفذ، مش هقول لحضرتك كمنافس المستورد، بالعكس في بناطيل شفتها في السوق وبتطلع من السوق، مش هقول لحضرتك ان هو بنطلوني، لكن انا شفت كتير قوي اقوى من المستورد. مصري واقوى من المستورد. المستورد في استخدام حاليا احنا بقينا بنركز في التفاصيل. الخيط اللي احنا هنخيط بيه نوعه ايه، تاثيره على القطعه بعد الغسيل ايه. يعني احنا ممكن نغير طلبيه خيط كامله
لمجرد ان هي بعد ما البنطلون اتغسل، لان مراحل تصنيع البنطلون بيخش غسيل وصبغات وكده، فممكن الفتله تبهت. لا انا بخلي بالي من النقطه دي. في مكان التخصص بتاع الجنس بيطلع لي المنتج زيه زي بره. اذا كان هو بره كمصنع مثلا بينتج مثلا مليون بنطلون في الموسم بتاعه، لا احنا عندنا في مصر نقدر نطلع الايمو اكتر. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعتم المهندس محمد مصطفى، وجهه مشرفه لكل مصنع بياخد خطوات تجاه الصناعه، عنده افكار عاوز يصدر المنتج، بيقول المنتج المصري منتج مميز جدا بعد المستورد. الكلام ده للناس اللي هي ايه عندها عقده الخواجه، دايما يقول لك المستورد المستورد المستورد. لا، في الوقت الحالي في منتج مصري 100%. ما علينا من الناس اللي بتغش تحط تيكت، يعني تيكت كده يقول لك ايه ده صناعه جايه من اوروبا، جايه من الصين، جايه من تركيا. كل ده يا جماعه في الفاضي. صناعه حاليه في الوقت الحالي مصري 100%. بالتوفيق والنجاح المهندس محمد مصطفى رئيس مجلس اداره مصنع دنا للملابس الجاهزه. هنروح لمجال اخر مهم جدا. طبعا المجال ده بخدم على جميع الصناعات، مجال صناعه الكرتون. التقيت بالحاج محمد بربر والاستاذ احمد بربر رئيس مجلس اداره مصنع بربر لصناعه الكرتون. طبعا صناعه الكرتون زي ما قلت لحضراتكم صناعه مهمه جدا. الحاج محمد من الناس الوطنيه اللي بدعم البلد، يعني راجل بحب الدوله وبحب البلد، يعني اتبرع في الوقت اللي فات للدوله بقراطين في القريه عشان الصرف الصحي، لان القريه قائمه في احدى محافظه الغربيه مفيهاش صرف صحي. فالراجل مشكور اتبرع ب 400 متر يعني قراطين للدوله او لاهل قريته، يعني راجل مميز جدا وراجل براعي ربنا. هنشوف يعني المهندس محمد او الحاج محمد بربر والاستاذ احمد بربر، يعني ناس بتراعي ربنا يا جماعه. يا ريت كل المصنعين يعني ينظروا نظره للحاج محمد بربر. يعني مساجد في القريه بدعم، بنت مثلا بتتجوز وعندها اي تفاصيل بيشيل ويدعم، مثال يعني راجل براعي ربنا. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه بشكل خاص في الوقت الحالي. طبعا باذن الله الاسبوع القادم عندي مواضيع مهمه جدا يا جماعه هتكلم فيها بخصوص الزراعه والثروه الداجنه. الاسبوع القادم باذن الله عندي مواضيع مهمه جدا تخص الزراعه، لان الزراعه طبعا بتقوم دول زي ما حضراتكم عارفين. هنشوف الاستاذ او الحاج محمد بربر والاستاذ احمد بربر، واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله وبرنامجكم ساعه في بلدي. الموضوع جه معايا ان انا مثلا خالي كان في الشغل في الشغلانه ديت وعرض عليا المصنع، فانا اخدته منه وشغالين الحمد لله. يعني بدايتك من سنه كام؟ من 2014 تقريبا. يعني المصنع هنا قائم من 2014. 14 مظبوط. تمام. يعني والاستاذ احمد بدايته كانت امتى؟ الاستاذ محمد. يعني احنا في سنه 2013 كنا بنأسس المكان ده هنا. احنا كنا اساسا قبل كده كان المكان ده هنا كان مزرعه دواجن. مزرعه دواجن تمام. وكنا شغالين في الدواجن من فتره يعني. فجينا سنه 2013 بعد الثوره والكلام ده كله. فيعني كان اخوالي اصلا من سنه 97 من سنه 80 كمان شغالين في موضوع الكرتون، فقالوا لا تعالوا نشتغل في الكرتون، سيبك من موضوع الدواجن والكلام ده كله. فاشتغلنا على اساس اسسنا المصنع ده سنه 2014. تمام. المصنع ده كان موجود عند خالي وكان هو بيطور لصناعة تانية غير الصناعة دي. فقال بدل مثلا ما نبيع المصنع ده تعال ننقله هنا، كان دي مزرعة دواجن في الأساس، فشغلناه هنا نقلنا المصنع هنا. تمام. ومن سنة 2014 لغاية دلوقتي احنا شغالين. تمام. الأستاذ محمد، المعوقات بقى اللي بتقابلكم يا فندم في الصناعة في الوقت الحالي بشكل خاص، ايه المعوقات اللي بتقابلكم؟ أول ارتفاعات
كل يوم بيتكلموا في ارتفاعات، كل يوم بيتكلموا في ارتفاعات، فده عامل مشاكل معانا ومع الشغل ومع اللي بيسوق البضاعه برضه. تمام مش يعني زياده اسعار الماده الخام، زياده اسعار في الماده الخام عامله مشاكل. عامله مشاكل. ايه رايك يا استاذ احمد في الموضوع؟ والله يعني الماده الخام من قبل تعويم الجنيه يعني كنا نقدر نقول ان هي متوفره بنسبه 70-75%. بعد تعويم الجنيه بدا اللي كان بيجي من بره، لان احنا بنشتغل في تدوير مخلفات الورق. تمام. يعني احنا ما بنجيبش ورق سليم وبنصنعه، احنا بنعيد تدوير مخلفات الورق. تمام. فكان بيجي لنا جزء كبير منها من بره بنستورده من بره. تمام. فبعد تعويم الجنيه والكلام من ده كده بقى يحسب حق الطن تكلفته من بره لغايه هنا واللي هنا، فقال لك لا ما عادش يعني ما عادش مجزيه. فاحنا دلوقتي كل شغلنا محلي. محلي. كل شغلنا محلي. تمام. فطبعا في التوسع اللي حصل في السنتين اللي فاتوا يعني في مصانع كتير اتعملت، وموضوع صناعه الكرتون النهارده بقت منتشره جدا، فالمنتج نفسه الخام نفسه ما عادش مكفي المصانع دي كلها. يعني احنا كنا الاول بنشتغل مثلا حوالي 12 ساعه. تمام. من فتره كده دلوقتي بنشتغل احنا 8 ساعات في الوقت الحالي. في الوقت الحالي 8 ساعات. على قد اللي جاي لك احنا شغالين دلوقتي على قد الخام اللي داخل. تمام. النهارده داخل 5 طن خام خلاص احنا بنصنعهم ونخلص وبنروح. والله احنا هنا الكهرباء موجود وشغالين على الكهرباء. اللي مش موجود عندنا ما حاليا هو الصرف الصحي. فاحنا المصنع عاملين له موضوع يعني نظام بيارات خرسانه، وبنشغل منها يعني يعتبر يعني زي دايره مغلقه، مفيش عندي بره ميه خارجه. فالميه زي كانك بتعيد تدوير الميه اللي نازله طالعه تاني. لان احنا يعني في مكان بعيد عن الصرف الصحي. فحاليا يعني حاليا جاي يعني هم بيتكلموا حاليا دلوقتي في ان الصرف الصحي اللي هو مبادرة حياة كريمة حاليا، فبقولوا ان هيعملوا لنا هنا صرف صحي. فاحنا عندنا هنا ارض جنب البلد هنا نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا من عهدك يا غالي من شباب حر